الا خلوها لمده طويله بيخسر. الحمد لله المقاومه البرد راه موجوده. ماشي اللي كاين. تزيد البلديه تبارك الله تزيد واحد المذاق غزال. بسم
السلام عليكم الحبايب ديالنا، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ صحه لاباس؟ نتمنوا من الله دائما تكونوا بخير وعلى خير باحسن الاحوال. مرحبا بكم معنا فيديو جديد ونهار جديد. هذا النهار هذا ان شاء الله يا ربي بنشر من الزيتون، ديك الزيتون اللي شاركته معكم المره اخرى دقيته وحليته حلا تبارك الله، رجع غزال شهوه منه، ودابا نشر منه. بسم الله على بركه الله. لا تبارك الله هتجي غزل. دابا نعصرو ونصغبو الشرمولة ديالو ان شاء الله. بسم الله. نعصر في حايته ونحيد منه الماء باش منين ينشرملو يدخل فيه الشرموله ما يبقاش فيه الماء، ديك الماء ما يخليش الشرموله تدخل في الزيتون. اشتيوا تبارك الله وصل على النبي، الله يعطيها لنا قد ننفع. كما تشوفوا هذه هي الشرموله ديالي، عندي هنا الثومه السودانيه مقطعه والكامون والملح، اي واحد يوجد الشرموله سهله وبسيطه. بسم الله. نقي شويه هذا الملح باش ندق بها الثومه. بسم الله. ملحة بنقيها شوية على حساب قيت انا الملح مع التومة، دقيت بها التومة. بسم الله. دابا نبدا نخلط. الله على بركة الله. Thank you.
كما تشوفوا الحبيب ديالي شرملت الزيتون عمرته في الطاسه، دابا نزيدو زيت البلديه باش يحافظ عليه. الناس اللي ما عندهمش زيت البلديه موجوده يشرملوه على القياس اللي بياكلوا في يومين او ثلاث ايام صافي، الا خلوها لمده طويله بيخسر. يخليوها في القرعه في الماء ديالو، يعصروا على واحد شويه الكميه اللي بياكلوا في يومين ويشرملوها ويكلوها هادشي اللي كاين. وهذايا انا بنقيلو الزيت ان شاء الله يا ربي. زيت البلدية تبارك الله هزيدو واحد المذاق غزال. بسم الله تبارك الله يا ربي، المشوف تبارك الله الجو كون فياهو، الجو تبارك الله تبرد بخاطرة، يعني الشتاء باردة. الحمد لله. قبيلة شوية. لا دابا هو الشتاء تبارك الله يا ربي موجودة وباردة. الله برد الجو. ولا الحال بارد يعني عيبان لك الشغل دليالي. الحمد لله. هذا هي فصل الشتاء باقي له شهر. شهر 11 يتسالى يدخل فصل الشتاء. ساعة عاوتاني عول البرد والشتاء إن شاء الله بحول الله. ان شاء الله عاوتاني دابا الدنيا الخضار ورجع الدنيا غزال. ها هي بنات الحشتة فعلا. بسم الله. الزيتون رائع جدا الله يعطيك الصحة ودير حنان. الصحة والراحة. شكرا. الزيتون الإخوان يبان لي ماشي على الدواء. الكامون زائد الثومة زائد الحر. ألا الدواء لا أروع. زائد الزيت. الزيت برافو ليش. هذا الشيء تبارك الله اجواء خيره، اجواء زينه تبارك الله. الشتاء طيح والحال مبرد، يعني كاين البرد ماشي الحال مبرد، كاين الجلد ديالنا الاخوان. صافي البرود مانيش البروده ما كاينش البرد ما كاينش. كانوا حنا دابا العواد موجودين تبارك الله، والكانون موجود ما كاينش مشكل ديال البرد. الحمد لله المقاومه البرد راه موجوده. هادشي اللي كاين. هادشي اللي كاين وحنا الله يعطيها الصحه قدتنا عاوتاني الزيتون مترمل داك الشيء. يا سلام. الصحه والراحه. ايوا الحمد لله على نعم الله كثيره وكثيره جدا. خاص الانسان عا يخدم ويتكاحل شويه مع الوقت والخير كامل موجود الحمد لله. الحمد لله. هادشي اللي كاين. ما بقى لنا الا نشكر المتتبعين ديالنا جزيل الشكر على الدعم ديالهم، على الاشتراكات ديالهم، على اي حاجه اللي تجي من عند المتتبعين. مرحبا والمرحبا، شكرا جزيلا، تبارك الله عليكم، ونشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله. والحبايب ديالنا السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله يا ربي بحول الله. تبارك الله عليكم، اعانكم الله. شويه من المنيو.